نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإذا كان عيد الأضحى سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وشعيرة من شعائر الإسلام، كذلك هي سبب من أسباب صلة الرحم والتزاور وإدخال السرور على الأهل والأولاد. وأعظم من نذكر في هذا اليوم، يوم عيد الأضحى، ومن نحسن إليه من الأقارب والأرحام هي الأم. وما أدراك ما الأم؟ الأم التي هي المجتمع كله. فإذا كنا نسمع القول من يقول إن المرأة نصف المجتمع، فإن الأم هي المجتمع، فالله عز وجل جعلها هي المجتمع، فلولاها بإذن الله عز وجل ما وجد الإنسان. فكل إنسان من الأم، وكل مخلوق من البشر من الأم، فالأم هي الأساس وهي المجتمع. فالأم لها مرتبة عظيمة ومكانة كبيرة في الإسلام. هذه الأم التي عانت وتعاني من أجل أولادها، عانت وهي حمل بك، عانت وفي الولادة، عانت في الرضاع. هذه الأم الحنونة العطوفة الرحيمة بولدها وفلذة كبدها، فالله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. ويقول الله عز وجل في آية أخرى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فالأم تعتبرك أنت هي الحياة، فحياة الأم متمثلة فيك أنت، بخلاف أنت حينما تكبر فعندك الحياة أول نفسك، ثم زوجتك، ثم أولادك، فالحياة مقسمة لديك. أما الأم فحياتها كلها أنت أنت. لذلك اجعل أمك هي الحياة. يفهم هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي في حياتي، في عشرتي، في معاملاتي، أي حياتي كلها، من أحق الناس بحسن صحبتي في السراء والضراء، في الخير والشر، في السر والعلان، في الصغر والكبار، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الأم شحال عندها من درجة؟ عندها ثلاث حقوق. أم عند الحمل، أم عند الولادة، أم
عند الرابع إذن هي تعبت ثلاث مراحل عليك أنت. تعبت وهي حامل بك، تعبت لما ولدتك، وتعبت لما رضعتك، وخليت التعب المعنوي بالتعب الحسي في الحياة كلها. إذن فأعطيها الحق الحمل، الحق الولادة، الحق الرضاع. والجنة ديالك هي الأم، جنتك وسط جنتك باب جنتك هي أمك، سعادتك هي أمك، طمأنينتك هي أمك، راحتك هي أمك، الدعاء ديالك المستجاب هي أمك. إذا كنت بار بأمك محسن إليها، بار بها برور، فالدعاء ديالك يكون مستجاب، الدعاء ديالك يكون مستجاب، والعين اللي كتشوفك تحبك وترضيك لأن أنت بار بأمي. والله عز وجل يرزقك من حيث لا يحتسب، من حيث لا تحتسب، الله يرزقك من حيث لا تحتسب، لأنك اتقيت الله في أمك. ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقك الله من حيث لا تحتسب لأنك بار بأمك. فالبرور بالأم ترى نتيجته في الدنيا، وترى نتيجته في الآخرة. الله يرضى عليك في الدنيا ويرضى عليك في الآخرة بدخول الجنة. إذا كان عندك الأم فافرح، قبل يدها بالوريج لها ودائما لازمها، وعندك تقول لها شي كلمة اللي تغضبها، ولو كلمة اللي قال الله عز وجل لا، ولا تقل لهما الأب والأم، ولا تقل لهما أوف، بمعنى أن هذه الكلمة أوف، هذا الصوت الذي يحدثه الإنسان يخرجه الإنسان من فمه، وقع له في الحياة، يكون تعبان، غضبه شي واحد، فيدخل البيت ولم تتحدث إليه أمه، غير جالس يقول أوف، ولا تحدث معه شي كلام يقول أوف. هذه أوف هي من عقوق الأم، فكيف اللي كيرفع يد على أمه؟ أنت إلى عندك الأم حية وشفتها وعشت معها، وأنت تعيش معها، أرى عندك واحد الجنة في الدنيا، وعندك واحد السعادة في الدنيا. واللي فقدها أرى يحس بالغبن بأنه ما شاف شمه. ولذلك قرأت قصة أن أم حملت ثم ولدت، لما ولدت ولدا فماتت الأم، وهذا الولد كبر، والأم إذا ماتت بولدها في الولادة في النفاس في الحمل فهي شهيدة، المسلمة شهيدة عند الله، شهيدة عند الله، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إلى ماتت، لأن شهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثر، منها المرأة اللي كانت تموت بالنفاس، والمرأة اللي كانت تموت وهي حاملة ولا في حالة الولادة. فهذا الولد أكبر، وأمه يحدثه عليها ولكن ما شافهاش، ويحزن دائما في كرمه، حزين كيقول يا ربي لو رأيت أمي، يا رب لو كان غير حضنت أمي وحضنتني، ولو غير مرة واحدة أمي. فدائما يفكر أمه. فماتت واحدة من الأقارب ومن الأرحام، مشاو يدفنوها، هو كبير، مشاو يدفنوها. لما مشاو يدفنوها، قبل ما يدفنوها بحثوا على القبر، فوجدوا واحد المكان قريب القبر أم هذا الشاب، بقوا يحفروا، فالحيط أو الطلب تهدم جهة قبر أم الولد وهو حاضر. لما تهدم وهي يبلوا القبر الميتة، هذه المرأة أمه كما هي، وبقى يزيد عليها يحفر ويبكي، ونكب عليها وكب عليها، بقى يقبل فيها، وجدها كما هي، كأنما دفنت في ذلك اليوم، بقى يقبل فيها ويبكي
لأن علاش؟ لأن كان بار بها وهي ميتة يدعو لها دائما يدعو لها بالمغفرة والرحمة ويدعو الله عز وجل. الله ما خيبوش فقبل أمه كأنها حية والناس الحاضرين بقوا يبكيوا لهذا الموقف. إذا ماتت أمك وهذا للتذكير كاين بعض الناس هداهم الله الله عز وجل يسر عليه الأمر أو لم ييسر عليه في المال ولكن يكون عاق بوالديه وهما أموات ميتين. كيف عندك أمك عندك باك في الحياة البرور باين ولكن لما ماتوا واش تقطع البرور؟ لا انت لاباس عليك وعلاش ما تصدقش على الوالدين ديالك؟ علاش ما تصدقش عليهم؟ علاش هذا البخل؟ انا اعتبر البخيل ثم البخيل ثم البخيل ثم البخيل اللي ما يفكرش الوالدين ديالو بخيل هذا شحيح هذا ما تفكرش الوالدين ديالك ترحم عليهم دير لهم واحد صدقه جاريه صدقه جاريه كينتظروا الاب ينتظر والام تنتظر ينتظروا بحال في الدنيا الاب والام عندهم واحد الولد في الخارج بعيد وفقراء ومساكين هنا ولدهم خدام ويسمعوا ليه انه خدام مزيان الاجره عنده مزيانه ينتظروا ولكن لا يرسل لهم شيئا لا يرسل لهم شيئا هما مساكن فقراء ايوا عندك واحد الولد في الخارج يخدم ولا في المغرب في جهه من الجهات موظف علاش ما كيرسلش وعندي عندنا الولد ولكن ما كيفكرناش والله يهديه كيدعوا له بالهدايه كيفاش ما يرحمش الوالدين ديالو ما ينفقش عليهم النفقه عليهم واجب النفقه عليهم واجب كذلك في الاخره اهل الصلاح واهل الخير اللي كانوا مؤمنين الناس كيترحموا بالحسنات اولادهم واحد الوالد ولا الوالده جالسه مسكينه اللي عندها قدمته في الاخر في الدنيا كتنتظر ماذا تنتظر؟ تنتظر ولدها علاش ولدك ما يصيفطلكش وعلاش بنتك ما كتصيفطلكش والله يهديهم كيصليو ويصوموا يزكيو ويحجوا ولكن ما يفكروناش ولو بالدعاء وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة اتصدق فيعلم إلا ما كنت تصدق على الوالدين ديالك راح حتى ولادك ما غاديش يفكروك ما كتصدقش على الوالدين ديالك اولادك ما غاديش يفكروك وبناتك ما غاديش يفكروك علاش كما تدين تدان لان ما فكرش الوالدين ديالك وكذلك اولادك ما غاديش يفكروك واللي ما عندوش الفلوس الدعاء والترحم عليهم وانفاذ عهدهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما دائما ادعي الله وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا في جميع الايام في جميع الاوقات ولكن غير يوم عيد الأضحى أو عيد الفطر مكروه زيارة القبور كاين الناس اللي كيمشيو للقبور يزوروا الوالدين ديالهم يزوروا الأحباب يزوروا اللي ميتين لا مكروه زيارة القبور مكروها في يوم العيد علاش لأن هذا اليوم تاع الفرح اليوم تاع الفرح هذا عيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خصنا نفرحوا فيه نضحكوا نبتسموا بما أباح الله عز وجل ماشي نمشيو للقبور نبقاو نبكيو ولا نذكروا الأموات ولذلك أيها الإخوة إنسان يذكر الوالدين دياله ولو بالدعاء فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسنه.